مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معنا ولقاء جديد من سوبر هاتريك. ماتشنا النهاردة في سوبر هاتريك هيبقى ماتش أسباني. أيوة، النهاردة احنا هنبقى منتخب أسبانيا، لأننا هنعمل طنف أسباني اسمه شرايح اللحمة المقلية مع الطماطم المشوية. هو اسمه كده بس، هو بسيط جدا وسهل جدا ولطيف جدا، يا رب ان شاء الله يعجبكم. اول حاجه في الصنف ده انا لازم اكون طبعا مسخن الفرن بتاعي علشان يستقبل الطماطم المشويه. الاسم فيه ايه؟ الطماطم المشويه، بنقول شرائح اللحمه المقليه مع الطماطم المشويه. هجيب طماطم شيري او الطماطم اللي هي الصغيره شويه تكاد تكون شيري. ساعات على فكره بيضحكوا علينا في الاسواق ويجيبوا لنا الطماطم البلدي بتاعتنا الصغيره ويقولوا لنا دي شيري. لا، الشيري صغيره صغيره، انتوا عارفين. تمام، بس الوسط دي بالنسبه لي هتبقى لطيفه. تمام، هنحط في الفرن كده، محتاجه لها 5 دقائق 10 دقائق حسب قوه الفرن. ودلوقتي بقى هنجيب شرايح اللحمه اللي عندنا اهو زي ما احنا شايفين كده. تمام، انا مقطع اللحمه، شايفين رفيعه ازاي؟ يعني مش مستحمله. ليه بقى؟ لانها في السوى كمان يعني هتاخد كلام فارغ، وقت قليل قوي 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 في السوى اهو زي ما احنا شايفين. خلاص، اللي هنعمله دلوقتي ان انا هتبل اللحمه دي بشرايح الثوم. تمام، وزيت الزيتون مقيمته 2 معلقة. اللي مش هيعرف يحدد بالويم يبقى يجيب يعني بالمعلقه او بالمعيار او كده، معايير دي متوفره دلوقتي في كل حته. والفلفل الاسود والملح، عايزين بقى يعني 5 رشات غنيه كده من الفلفل الاسود. غنيه بمعنى كده، غنيه كده. تمام، والملح ما نكترش، الملح ده ممكن في الاخر يتضاف على الصنف ده على السفره، بس احنا من باب الاحتياط في ناس بتتضايق من الموضوع ده. وبنخلط بقى الكلام الرائع اللي احنا عملناه ده. زيت زيتون، ثوم، ملح، فلفل، بس كده زي ما احنا شايفين. بخلط كده، لازم اتاكد ان كل حته من اللحمه طالت من التتبيله، زيت الزيتون والفلفل والثوم والملح. طبعا الملح ده يعني بقوله بين قوسين كده، لان الوصفه اصلا ما بتحطش ملح على التتبيله، بيكتفوا ان هم يملحوا الاكل على السفره. في اوروبا كلها عموما بيبقى كده، قليل قوي لما بيحطوا اللحمه على الاكل دايركت، بس احنا ثقافتنا تختلف، فانا حطيت الملح على التتبيله. تمام، وما نكترش برضو لسبب، انا قلت ان اللحمه يعني كتير قوي نوهت عن الموضوع ده، بيتاخر سواها بسبب الملح، فلما احط لها ملح في التتبيل يتاخر ممكن سواها شويه، احنا مش عايزين ده يحصل خالص، فانا حطيت شويه صغيرين قوي. تمام، هيحصل دلوقتي ان انا هغلف ده كويس جدا، لازم يتغلف كويس قوي. انا عندي ورق الفويل، لو عاوزين حضراتكم تعملوا التتبيله في علبه ليها غطاء محكم، علبه ثلاجه غطاها محكم جدا يبقى كويس جدا. حلو، ومحكم جدا دي في الوصفه يعني متشدد عليها كما لو كانت اللحمه هتجري. الاسبان وهم بيتكلموا عن الوصفه دي يقول لك تقفل البتاع وما يخش كده، فتحس ان اللحمه هتطلع تجري، فاحنا مش عاوزين اللحمه يوصل لها اي هواء. انا اهو غلفت خالص، ودلوقتي هروح احط اللحمه دي في الثلاجه لمده 2 ساعة. ورجعنا لحضراتكم بعد ما التتبيلة بتاعتنا واللحمة قعدوا في التلاجة 2 ساعة والغطاء محكم اهو عشان اللحمة ما تطلعش تجري، واستأذنكم احطها عشان فويل ساقع على التلاجة. وانا بس عملت حاجة على ما اللحمة تكون اتبلت، ان انا عملت 2 كوباية مرقة، بنجيب 2 كوباية مية مغلية ومكعبين مرقة لحمة بيغلوا مع بعض كده، وبضيف عليهم بس، انا ما رضيتش اخد الخطوة دي لما حضراتكم تشوفوها،
معلقه صغيره دقيق ذره اهو. ليه بقى ده دقيق ذره؟ شايفين لونه اصفر جميل ازاي؟ ده زي اللي بنعمل بيه البسيسه على فكره، تمام؟ هو مش زيه هو. فبنحط معلقه صغيره دقيق ذره وهنسيبها مع، لازم تتقلب بقى كده سريع عشان ما تكتلش، مع الشوربه. هتقل الشوربه وتديها قوام حلو جدا، والشوربه دي اللي هنسقي بيها بعد كده اللحمه. هنشوف كل التفاصيل مع بعض كده، ندوبها على قد ما نقدر بالدوبه اهي. هما يغلوا مع بعض ويدوبوا، بس انا هنقلها بقى على عين تانية علشان انا عايز العين الكبيره دلوقتي عشان نبدا نشتغل. في كده افتح، اوكي، نعمل حركه انتقالات معتبره دلوقتي. هنحط الوك ده هنا وهنحط الحله دي هنا، وهنبدا بقى الاجراءات. اغطي الشوربة. طبعا الطماطم انا طافي عليها من زمان جدا علشان هي اتشاوت خلاص. ممكن نشوفها، اهي الطماطم المشوية. انا بس قبل ما ارجع لكم على طول، بعد ما قعدنا ساعتين بتاعت التتبيلة، فتحت عليها دقيقتين كمان عشان تسخن، عشان تشوفوا شكلها كده وهي خارجة من الفرن. ونبدا بقى نشوف هنعمل ايه. بنفك اللحمه كده ونرمي ده، ونبدا نجيب سيرفيس كده. هنجيب كده عشان حضراتكم تعرفوا تشوفوا، ونزيح ده شويه عشان ما يلسعناش، ونجيب ورق فويل هنحضره بحيث ان احنا نغطي السيرفيس ده كويس قوي. حسوا ان انا في الحلقه دي بعمل العاب سحريه صح؟ حاسس ان انا حاوي مش شيف في الحلقه دي كده. كده ونغطيه كويس كده. وهنسيب بس منه بقى فتحه اللي هي ايه، هنستخدمها عشان نحط نخبي فيها اللحمه وكده. اوكي، اللي هيحصل دلوقتي ان انا هفتح الوك، هفتح النار ده كمان سخن. طب ده هايل، عشان انا دلوقتي هستخدم زيت الزيتون، وزيت الزيتون لازم ينزل على الحله او الطاسه السخن كده. اللي هيحصل دلوقتي بقى، خدوا بالكم وامسكوا تايمر علشان الموضوع هيبقى بالتايم. شوفوا الاوروبيين قد ايه عندهم دقه. بالتايم احنا هنحط شريحه اللحمه 20 ثانيه بس. لازم بقى الزيت ده نتاكد ان هو سخن جدا. فانا هعمل تيست ازاي؟ بتوميه مثلا. لسه شفتوا بقى، لسه. فاحنا محتاجين دلوقتي ان الزيت يبقى سخن جدا جدا جدا، والطاسه كمان تبقى سخنه جدا جدا جدا. الشوربه دي كده تمام التمام، هقفل عليها بس خليها كده على جنب لغايه اما نحتاجها. هنحتاجها قريب جدا. اعلي بقى كده النار، والتوميه بتاعتي دي هي الدليل بتاعي. ما ينفعش ابدا انزل اي لحمه على زيت مش سخن، لان لازم اللحمه تنزل تاخد صدمه علشان النسيج بتاعها كده يكرمش فتحتفظ بالعصاره اللي فيها كده. اللي بيحصل للتوميه ده بيقول لي ان الزيت جاهز تقريبا لاستقبال اللحمه. ابدا انزل اللحمه كده، هو ده الكلام بالظبط. هما 20 ثانيه، وهنعمل كده على 4 مراحل. انا اسف نسيت ان الطاسه كانت سخنه. ادي ال 20 ثانية عدوا، فهبدأ اخد جزء من الطماطم هحطه مع اللحمة 10 ثواني.
كده. وهقلب الناحية التانية. اوطي. وهجيب السيرفيس بتاعي اللي انا محضره كده واطلع اللحمه اللي اتقلت. احطها كده. والطماطم كمان نحطها كده. طبعا اللحمه عشان فيها سائل فهي اللي عامله الدوشه الرهيبه اللي حاصله على النار دي. واحط الدفعه الثانيه بس بعد ما اعمل ايه؟ اقفل على دي كويس قوي عشان هي لازم تاخد من الصهد بتاعها وبتاع الطماطم اهو. واخش على الدفعه الجديده. خد الصدمه اهي. وهم برضو العشرين ثانية. اهو. ناخد 10 ثواني وش و10 ثواني ظهر. واحنا بقى ايه مصريين فكورة ما شوية فبنحب نتوصى. هنعمل نفس الموضوع اهو في الدفعة الثانية. هسيبكم دلوقتي ونطلع فاصل. خلاص مفيش حاجة حصلت من وراكم. انا برضو هحط دول في السيرفيس وهعمل دول بنفس الطريقة. وبعد الفاصل نشوف هنكمل الوصفة بتاعتنا ازاي. ما تروحوش بعيد عشان تعرفوا الوصفة هتكمل ازاي.